خدام هنايا على واحد واحد عساس على واحد ماركيت. المهم على قد الحال عندي واحد 2000 درهم، وجاي خدام عندي مرأة مريضه فيها واحد المرض مزمن، راه 6 سنين وانا نعالج فيها، ودابا راه غير جمعيات واقفين معانا هكا برا. صيفطوا لي هذه المره واحد ليبره كدير، طلبوا لي واحد ليبره كدير 5 المليون. انا بالمقارنه مع الماندا ديالي ما تكفينيش، جيت نعاون واحد شويه راسي هنايا. هاد الناس هاد الكاميونات ماشي باركينغ في الاصل، هاد الكاميونات هي الدار هنايا اون فاصله، هادو خدامين شركه. قال لك اودي راك هنايا عساس نعاونك شويه، وديك 5 دراهم لا تسمين ولا تغني من جوع، ماشي شي حاجه كبيره، غير نعاون. انا عندي 1000 درهم ديال الدواء في الشهر شهريا، وبغيت نعالج شويه هكا نعاون راسي. هذه هي الدار اللي ساكنين فيها هنايا، هاد الكاميونات غير مؤقتين. جاو بالمناسبه هاد المره جا واحد السيد هنايا مستشار جامعي، ما عارفش الاسم ديالو. المهم تعرضنا شويه للاهانه، قال لك اودي قلعوك دير واحد البليكه صغيره، غير بلاكه صغيره هنا، يعني ماشي الظهور للاعيان انها باركينغ، وانما غير باش يعرفوا الناس باللي اودي راه كحارس، يعني كحارس ليلي ما عندي حتى شي علاقه. انا يا مواطن بسيط كناكل الخبز هنايا، ما كنسرقوا ما كنشفروا ما كنديروا الارهاب ما كنديروا والو، حنايا باغي غير العيش الكريم. جاو هاد الناس هاد المستشار الجامعي هنايا، والمهم اهانه، وحيد لي واحد الاخر واحد البوطويات كنت دايرهم ليها غير على حساب هكا باش يدخلوا الكاميونات. وقال لك اسيدي حنا راه مع المجال الاخضر، حتى حنايا حتى حنا مع المجال الاخضر، بغينا هاد الباصه. وللذكر دابا هاد البلاصه راه كانت هي قديمه ما مخدوماش، واش عاد دابا جاو هاد الناس بغاو يخدموها، وبغاو يستغلوا الظرفيه ديالي لانني كحارس ولاغراض سياسيه. الله اعلم ما عرفش انا هاد الاغراض السياسيه، حيت هاد الشيء راه ظهر غير هنا ما عمر جا عندي شي عون سلطه ولا شي واحد قال لك اودي حيد من هنا، ولا هي راه كانت منطقه خاليه اصلا. غير مؤخرا جاو كثرت المشاكل، وجا هنايا المسؤولين والقيامه واقعه وما كاين والو. هاد الشيء اللي كاين، انا خدام عند السيد مور السوق هنايا، انسان طيب، واش غادي نقول لك، انسان كيتهلا فيا، يعني انسان طيب وعنده السمعه ديك، يعني في القاطينه ديال سلوان عنده واحد السمعه طيبه هاد السيد اللي خدام عنده هنا، والناس كاع كيحبوه مولا خير وانسان عظيم. هو الصراحه هذه بالشهاده ديال المواطنين، الناس اللي هنايا كاين واحد مول القيوانه راه كيعاونني، واحد مول الدار عاود هنا قدامي كنعسس كيعاوني، هذاك مول القهوه عاود ثاني ليها كيعاوني. انا ما عنديش واحد الدخل قار، وعايش غير هكا غير بالمحسنين هنا. المراه عندي مريضه، عندي دراري، عندي جوج دراري، ما عنديش حتى فين نسكن، ما عنديش. خصو يعرف باللي انا اللي طلعته، والصوت ديالي انا هو اللي وصلوا لهاد البلاصه اللي راه فيها، يعرف بلي ان انا الصوت ديالي والصوت ديالها وهذا هما اللي وصلوه. مرة مريضه، عندي الدراري، ما عنديش حتى السكن فين نسكن، ما عنديش واحد سكن قار، راني هنا مره ليه مره المحسنين مره. لحد الساعه انا مستمر ولكن مهدد، حيت عندي واحد البراكه هنايا. هاد البراكه راه كنخبع فيها على حساب الشتاء، كتخبع على حساب الشتاء وعلى حساب الحاجه اللي عول عليها. ما عنديش تجاره، عندي شي راس مال باش ندير تجاره. حنا راه كنرزقوا الله هنا لغايه ان ربي يحل، تكون شي حاجه ولا تكون شي